بسبب غرامة مالية. مواطن يفقد أعصابه على عقيد في المرور. شابة عراقية تتوج بلقب ملكة جمال آسيا للبيئة. بعد فوزهم لاعبو منتخب اليابان يقدمون تحية للجماهير العراقية. والمزيد في هذه الحلقة من تريندينج قومة. أهلا بكم. محليا نبدأ مع فيديو منتشر من بغداد. مشاهدينا، يبدو أن المشاكل بين المواطنين ورجال المرور ليس لها نهاية أو حل، فلا يمر أسبوع دون تداول شجار أو خلاف يحدث بين الطرفين. هذه المرة وبسبب غرامة مالية انتشر فيديو لمواطن فقد أعصابه على عقيد في شرطة المرور. لنشاهد الفيديو سويا. مشاهدينا، الآراء دائما تكون متباينة حول هذا الموضوع. في فيسبوك كتب زين محمد: وين احترام القانون والخوف من القانون؟ وينه؟ شو العالم تسرح وتمرح وكيف هتتصرف؟ تردون قانون ومن يطبق عليكم تفقدون أعصابكم. أمير الحسيني قال: تهت علينا من الصح ومن الغلط، لأن هواية من المواطنين ومن رجال المرور ما فاهمين حقوقهم وواجباتهم، وعلى هالرنة حينش نعم. صباح فالح كتب تعليق جاء فيه: هو ليش يسموه مرور؟ لأن حقه يحاسبك بكل مكان، لو بغير دولة يجي وراك ويقول لك اطبق ويغرمك وانت الممنون وما تقدر تحكي شيء وياه، ومن ترجع تصعد لسيارتك تقول باع، شلون نظام قوي عندهم وبلدك تتصرف العكس. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدناه. ننتقل الآن إلى فيديو آخر. طفلان يفترشان الأرض وينامان على الرصيف، هكذا بدأ المشهد المأساوي اللي وثق مواطن عراقي وأثار موجة من الغضب والاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي. تم تناقل الفيديو بكثرة ولم يبقى من لم يندد بمشاهدة أطفال يعيشون ظروف صعبة تجاوزت كل حدود الإنسانية، مع مطالبات أيضا بتحمل المسؤولية سواء من قبل الجهات الحكومية أو المجتمع، وإيجاد حلول عاجلة لمثل هذه الأزمات الإنسانية التي تنتهك حقوق الأطفال وتجعلهم ضحايا لظروف لا يحملون فيها أدنى مسؤولية. لنشاهد سويا. هذا بلد الخير، هذا العراق العظيم. يلا تفضل. وين صايرة هاي؟ بيا عالم يا دنيا، فهذا اثنين صغار حتى 10 سنين ما يطلع عمارهم، نايمين هاي النومة الساعة بالثلاثة. يلا شنو الموضوع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، على كل فاسد، على كل من كان سبب أن هاي الأطفال هيجي هاي النومة بهذا الشهر. حسن يلا
الآراء أغلبها أو تعليقات أغلبها جاءت غاضبة من هذا الفيديو. أم هبة في منصة أكس كتبت تقول: قلبي وجعني عليهم أطفال أبرياء ضحايا هاي ضحايا هاي الدنيا، والله حرام نعمة الله وأجمل هدية بالأرض، شنو ذنبهم وبهذا العمر يشوفون العذاب بعينه، والعراق مو بلد فقير حتى نشوف هاي المناظر، بس حسبي الله ونعم الوكيل. استبرق العزاوي: ما هو دور الأهل؟ أين هم؟ لماذا ينجبون إذا هم ليسوا بقدر المسؤولية؟ ما ذنب هؤلاء الأطفال حتى يعيشوا بهذا الشكل؟ وما هو دور الدولة أيضا في وضع حد لهذه المأساة؟ سيان الكرخي قال: خلي نعوف الدولة على صفحة ونسأل سؤال، ليش يخلف ويذب الشارع؟ ما حد قال له خلف وما تقدر تعيشهم يا أخي، ما تقدر تربي، ليش تجيبهم لهاي الحياة غيركم بحسرة الطفل وانتوا هاملين أولادكم؟ شاهدنا أيضا تم تداول فيديو آخر أظهر طفل يبيع الماء ومن شدة تعبه غلبه النوم وسط الشارع. حايف 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 باكري من جاي أخاف أن حكم بس عثر شبولا يوم. من هذا الموضوع وهذه الفيديوهات ننتقل إلى موضوع آخر. تحولت خدمات التوصيل في بغداد إلى مسرح لقصص مؤلمة، حيث يواجه العمال الذين يقدمون خدمات الدليفري تحديات جديدة تقف في طريقهم. الشكاوى تتنوع لكن السبب واحد: رفض الزبون الطلبية عند وصولها بالقرب من عنوان التوصيل المحدد. هذه المشكلة تكررت مراراً، الأمر اللي أغضب المتابعين معتبرين تصرفات كهذه غير مقبولة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها سائقو التوصيل وهم يسعون فقط لكسب لقمة العيش. السلام عليكم أخوان شبابنا، شايفينكم هاي الحالة؟ واحد خابر على المطعم قال أريد 12 صينية مكاني بالزيوت، لما السيطرة ما الزيوت عبور السيطرة وبيت السيطرة اللي قدام بعد، قلت خلط لك وخابره خاف يطلع كذي، وسبحان الله خابرته وقلت له حبيبي عندك طلبية وأنا قريب على السيطرة، قال خوي رجعهن، قلت له ليش؟ قال استونا تغدي أنا ما أريد بعد، قلت له ليش وأنا جايك من مكان بعيد ليش ترجعني فاروق؟ قال حبيبي أنا ما له علاقة، المهم ضحكت عليكم، قلت له ممنون من عندك تشارج قد شريف أنت، وهذا 12 سنة راح أرجعهن وقبل أذبهن بالزبالة حشاكم، أجلكم الله راح أذبهن بالزبالة، بس حبيت قلت له حبيت أقول لك أنا وياك وشارع، التعليقات مسموحة شو تحبون احكوا احكوا. المعلقون طالبوا بإيجاد حل لهذه المشكلة. بشير سلطان كتب يقول: بشر عجيب، هذه قمة اللا أخلاق أن تكون مستهتر هالشكل بأرزاق العالم، شنو اللي دا يصير بمجتمعنا؟ ليش هيك الناس تغيرت؟ يراد لنا وقفة كبيرة حتى نعيد حساباتنا بهواية مفاهيم خلت حياتنا تنجر للأسوأ يوم بعد يوم. نبراس حمزة قال: نطالب الحكومة والجهات المسؤولة بفرض أقصى العقوبات على من يقوم بأفعال كهذه، إذا أهل ما مربي لازم الحكومة تربي يا أخي، فعلاً إن لم تستحي فافعل ما شئت. سماح الحسناوي: هالظاهرة تكررت هواية والحل الأمثل هو تحويل الدفع للألكتروني، لأن أكو بشر لا يخافوا ربنا ولا عندهم ضمير تجاه الشباب الكادحة اللي كل همها طلع رزقها بالحلال. من هذه التعليقات مشاهدينا ننتقل إلى فيديو منتشر في الترند العراقي من ميسان. أظهر غرق شاب يبلغ من العمر 17 عام تحت الجسر اليوغسلافي. من ميسان إلى البصرة، وفيديو متداول أظهر مسلحان مجهولان قاما بقتل شاب ثم لذا بالفرار. تبع جيراني
احنا بدي نشوف الحادث مع رامي معمار الزرعيه. ارجع لي شوي بقى. كاميرا ما تبينها مو واضحه. لا لا سيدي خل ترجع تشي شغل. سراج جهراني. احنا بدي نشوف الحادث مع رامي معمار الزرعيه. ارجع لي شوي بقى. كاميرا ما تبينها مو واضحه. لا لا سيدي خل ترجع تشي شغل. في الترندات الرياضية تصدرت مباراة منتخبنا الأولمبي مع منتخب اليابان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عام واللي انتهت بفوز اليابان بهدفين. تصدرت حديث الجمهور الرياضي وتم تداول فيديو بكثرة للاعبي منتخب اليابان وهم يقدمون تحية للجماهير العراقية على الطريقة التقليدية اليابانية بعد نهاية المباراة. من عالم الرياضة إلى عالم الجمال، وفي حفل ضخم أقيم في العاصمة المصرية القاهرة توجت ملكة جمال أربيل سارة نديم بلقب ملكة جمال آسيا للبيئة متفوقة على 48 متسابقة من مختلف بلدان العالم. قال سارة نديم البالغة من العمر 27 عام أنها سعيدة بهذا الفوز معبرة عن التزامها تجاه قضايا البيئة والمجتمع. Next is Miss Eco Asia. And she is Iraq. للمزيد من أحداث وقصص السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العربية والبداية مع الفيديو الأكثر تداولا من مصر. شاهدينا خلال منافسات بطولة مصر فردي سيدات لسباق الدراجات، قامت المتسابقة شهد سعيد بدفع زميلتها جنة عليوة عمدا، فسقطت جنة وأصيبت بارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للذاكرة وكسور في الضلوع، وتم نقلها على الفور للمستشفى لإنقاذها. عملية الدفع حدثت في الأمتار الأخيرة حتى لا تفوز عليها. مصر وهذا الفيديو ننتقل إلى السعودية ولقطات مميزة انتشرت لمدينة الطائف وهي مكسوة باللون الأبيض نتيجة التساقط الكثيف للبرد لنشاهده. أظهر فيديو آخر من السعودية تساقط أمطار غزيرة على المدينة المنورة والمسجد النبوي. هذا الفيديو ننتقل إلى الترندات العالمية. مشاهدينا في مقاطعة شنشي وسط الصين
تم اتباع نظام يلزم سائقي الحافلات وضع كوب ماء ممتلئ لقياس درجة ثبات المركبة وسلاسة قيادة السائق. إذا سكب الماء فهذا يعني وجود خلل أما في المركبة أو السائق، ويجب حل الموضوع. الشركة صاحبة الحافلات قامت بهذه الطريقة للتأكد من ضمان راحة الركاب. في الصين أيضا بدأوا باستخدام قنبلة تنفجر فيخرج منها مسحوق يقوم على إخماد النيران بسرعة كبيرة، وذلك لمكافحة حرائق الغابات مع اقتراب دخول الصيف. يتم تعليق القنبلة بطائرة درون لتذهب للمناطق الخطرة والنائية التي لا تستطيع سيارات الدفاع المدني الوصول إليها. من الصين مشاهدينا وهذه الفيديوهات ننتقل إلى أوكرانيا، والفيديو الأكثر انتشاراً هذا اليوم يظهر تعرض لاعبي سيرك للسقوط من ارتفاع 12 قدم أي أكثر من 3.5 متر أثناء عرض أمام الجمهور، ما أثار الرعب في صفوف المتفرجين. لنشاهد. في بريطانيا كاميرا مراقبة رصدت لحظة محاولة للصين سرقة محفظة مسن أمام محطة مواصلات في شرق لندن. بعد فشلهم في محاولتهم حاولوا الاعتداء على المسن، والشرطة الآن فتحت تحقيقا في هذه الحادثة ويتم البحث عن الجنات. بريطانيا ننتقل إلى أمريكا. في مشهد غريب ظهرت مجموعة من القرود وهي تقود أحصنة في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية. في مشهد غريب أثار ذهول المارة، ليتبين لاحقا أنه إعلان ترويجي لفيلم مملكة كوكب القرود والذي من المقرر عرضه قريبا. انتشر مشهد آخر أثار استغراب المتابعين من الهند لسيدة تضع ابنها في الثلاجة عن طريق الخطأ بسبب انشغالها بالهاتف الجوال.
من الهند، وهذا الفيديو نعود مرة أخرى إلى أمريكا. مشاهدينا، جامعة كولومبيا ورغم فصل بعض الطلاب بسبب رفضهم تفكيك مخيم احتجاج في حرمها الجامعي بمدينة نيويورك، إلا أن الطلاب المحتجون قرروا الاعتصام داخل قاعة هاملتون بعد كسر النوافذ واقتحام المبنى. العشرات من قوات فض الشغب الأمريكية دخلت أيضا جامعة تكساس لمحاولة فض مخيم التضامن مع غزة، وقامت الشرطة أيضا باعتقال بعض الطلاب. المقلوبة، أشهر الأطباق الفلسطينية، كانت حاضرة في تظاهرات الطلاب بالجامعات الأمريكية. لنشاهد سويا هذا الفيديو. مع هذا الفيديو تنتهي حلقتنا. شكرا لكل من تابعنا، إلى اللقاء.